والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا في يوحنا اصحاح 17. المرة اللي فاتت ابتدينا فيه وافكركم بشوية كلام، ان اصحاح 17 في انجيل يوحنا اصحاح نادر، لانه فيه حوار بين ربنا يسوع المسيح له المجد والآب السماوي، أطول صلاة للمسيح مسجلة فيها أسرار عن العلاقة بينه وبين الآب، بينه وبيننا، بيننا وبين العالم، بيننا وبين السماء. فيها عمق شديد وإعلانات كثيرة، فإصحاح غني جدا. هقرأ الكم آية اللي خدناهم وندخل على الجديد على طول. تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال: أيها الآب، قد أتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا، إذ أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته. هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلت. أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته، والآن مجدني أنت أيها الآب بالمجد عند ذاتك، بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. اللي خدناه المرة اللي فاتت لما بيقول المجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم، دي تؤكد ان المسيح له المجد موجود قبل العالم كله. ده يؤكد ايماننا ان المسيح له المجد ازلي بلا بداية، وانه ممجد منذ الازل قبل تجسده موجود، ولكن غير متجسد، وبعد كده جالنا في الجسد على الارض، لكن هو موجود قبل كده. انا اظهرت اسمك للناس الذين اعطيتني من العالم، كانوا لك واعطيتهم لي وقد حفظوا كلامك. يعني ايه انا اظهرت اسمك للناس؟ احنا قلنا قبل كده انه ربنا كان بيكلم الناس عن نفسه من بداية تاريخ البشرية، وكانت اللغة بتختلف من زمن لزمن. بمعنى في اول الاجيال الاولى كان ربنا بيخاطب الانسان بالطبيعة على قد تفكيره، فيشوف السماء ويشوف الارض ويشوف الشجر ويشوف الطيور، عشان يعرف ان ورد كله في حد خلق الدنيا دي، بينظمها، بيرعاها، فيؤمن ايمان بسيط بوجود الله الخالق، الله المدبر، الله المحب لخلائقه. ده كان اكتشاف بسيط ولغة بسيطة مقدمة من الله لكل البشر في الاجيال الاولى. بعد فترة من الزمن ربنا بدأ يخاطب البشرية بشخصيات محددة وبرسائل محددة، اللي هي مرحلة العهد القديم. بدأ يختار واحد زي ابونا ابراهيم، يقول له تعالى امشي ورايا واسمع اللي هقول لك عليه، وانا هعملك شعب لوحدك عشان افرج الناس على ارادتي، يعني يعرفوا مين ربنا وايه اللي يبسطه وايه اللي يزعله ويفهموا الحكاية. وابراهيم جاب اسحاق، جاب يعقوب، جاب ال 12 سبت، وبعد كده جه موسى، وبدأ ربنا يكلم الناس من خلال أنبياء. يبقى المرحلة الأولانية مرحلة حوار الله مع البشر كلهم من خلال الطبيعة. المرحلة الثانية حوار الله مع البشر من خلال الأنبياء بأنواع وطرق شتى، يعني ممكن يتكلم مرة من خلال رؤية، مرة من خلال موقف، لكن كانوا يقولوا للناس ربنا بيقول كذا وكذا. كل ده عشان يظهروا اسمه. يظهروا اسمه يعني ايه؟ يعرفوا الناس مين ربنا. الناس ما تعرفش
الأول الطبيعة، أول كتاب عن ربنا، العهد القديم ثاني كتاب عن ربنا، وكتاب بشكل أدق. لكن بالرغم من الكتابين دول، كتاب الطبيعة وكتاب العهد القديم، الجميع زاغوا عن معرفة ربنا وفسدوا وانحرفوا وألفوا ربنا، لأن الأجيال دي عمالة تعمل تماثيل وتقول دول ربنا، طب ما هم كده زاغوا عن الحقيقة. فلم يكن اسم الله ظاهرا بالرغم من ان ربنا لم يكن صامتا، يعني ربنا كان بيتكلم لكن برضو الناس مش عارفاه، او الناس بتتغش فيه، او الناس بتتوه عنه بتألفه، الى ان اتى ربنا يسوع المسيح له المجد. والمسيح له المجد قال ببساطة: من رآني قد رأى الاب. يعني هقرب لكم الصورة خالص، انا والاب واحد، انتوا ما شفتوش الله والله لا يراه احد قط، طب ايه رأيكم؟ مش انتوا شايفيني؟ انا والاب واحد، انا الابن المساوي للاب في الجوهر وفي الطبيعة وفي الصفات وفي كل حاجة. ها، عرفتوا بقى ربنا طيب ولا مش طيب؟ بصوا علي، ربنا يقدر ولا يقدر؟ بصوا علي، ربنا حكيم ولا مش حكيم؟ ربنا بيحب البشر ولا بيعادي البشر؟ ربنا ايه خطته من البشر؟ كل ده نعرفه في ربنا يسوع المسيح له المجد. فعشان كده المسيح له المجد في نهاية مأموريته على الأرض يقول للآب: أنا أظهرت اسمك للناس. يعني أنا عرفتهم مين هو الآب، أنا عرفتهم اسمك اللي كان غامض من البداية في العهد القديم. يقول أن اسم الله عجيب وأن اسم ربنا غامض، وموسى يسأل ربنا: أقول للناس اسمك إيه؟ يقول له: قول لهم الكائن. طب ايه الكائن دي؟ صعبة يعني، ما استفدناش كتير لما سمعنا انه كائن، لكن يعني مقصود بها اصل كل الوجود. لكن فضل الانسان جاهل بربنا الى حد كبير، الى ان جاء المسيح له المجد، ومن خلال مجيء المسيح بدأت الصورة تتضح، مبقاش حد بيتغش بقى في ربنا. عشان كده بيقول: انا اظهرت اسمك للناس. عشان كده لما نسأل ونقول ليه لازم المسيح يجي على الأرض، ليه المسيحية بتنادي فكرة التجسد؟ التجسد يعني الله ظهر في الجسد. ليه الفكرة دي أساسية في المسيحية وهي أهم مبادئ المسيحية؟ عشان سببين: لازم ربنا يتجسد ويبقى إنسان عشان يفدينا، فكرة الفداء والخلاص من الخطية. تاني فكرة مهمة جدا، وتاني سبب مهم، لكي نعرف الله، لأننا لغاية مجيء المسيح ما كانش حد عارف ربنا كفاية، كان سهل ان الناس تتغش فيه وتتوه فيه. اذا في سببين وراء التجسد: المسيح اتى على الارض اولا ليفدينا ويخلصنا، وايضا لكي نعرف الله الذي لم نكن نعرفه. عشان كده الشعوب التي لا تؤمن بالتجسد، صورة ربنا صورة تخيلية قابلة جدا للتأليف وللإسقاط، يعني الواحد يحط عليها الصورة اللي هو عاوزها، يطلع ربنا طويل، يطلعه صغير، يطلعه قاسي، براحته، لأنه محدش شافه. احنا بقى ما عندناش محدش شافه، لا احنا شفناه في ربنا يسوع المسيح، وسمعناه ولمسناه، فما بقاش ربنا غريب، وما بقاش اسمه عجيب وغريب، ولكن أنا أظهرت اسمك للناس. الذين أعطيتني من العالم، هتلاحظوا في كلام المسيح له المجد مع الآب دايما ينسب كل شيء للآب ثم يعود وينسب كل شيء لنفسه، زي ما قالها في حتة تاني، قال: كل ما للآب فهو لي، وكل ما لي فهو للآب. فهنا بيقول: أيها الآب، أنت اديتني الناس دول، بيتكلم على التلاميذ وعلى كل الناس اللي مشوا ورا المسيح، أنت أعطيتني هؤلاء الناس، وأنا عرفتهم اسمك، وإيه كمان؟ كانوا لك وأعطيتهم لي وقد حفظوا كلامك، والآن علموا أن كل ما أعطيتني هو من عندك. يعني المسيح له المجد يقول للآب: التلاميذ دول بتوعك، التلاميذ دول خليقتك، التلاميذ دول الناس اللي أنت اديتهم لي، وانت لما اديتهم لي انا حفظتهم كلامك، عرفتهم سكتك، كشفت لهم عنك.
وبرجعهم لك تاني، انا سأراجع السماء فدول برضو ليك ويبقوا بتوعك. كانوا لك واعطيتهم لي وقد حفظوا كلامك. عشان ما يبقاش كلام لاهوت بس، ممكن الواحد يقول الكلام ده ازاي في حياته؟ احنا بنقلد المسيح. انت كأب تبص لولادك كده وتقول لربنا ايه؟ تقول له دول انت اديتهم لي، كانوا لك واعطيتهم لي، انت ابوهم في الحقيقة، لكن انت خليتني انا ابوهم، فهم بتوعك، كانوا لك واعطيتهم لي، وانا كنت امين ان انا حفظتهم كلامك. يعني الاب الشاطر يعمل الكلمتين دول، يفتكر دايما ان اولاده عطية ربنا ليه، فيقول له كانوا لك واعطيتهم لي وقد حفظوا كلامك، وانا كل اللي كان يهمني ان هم يحفظوا كلامك. كل مسؤول يقول لي ربنا كده، المسؤولية دي من ايدك، وانا كل اللي همني ان انا ارجعها لك مظبوطة زي ما انت عاوز تستلمها. كانوا لك واعطيتهم لي وقد حفظوا كلامك، والان علموا ان كل ما اعطيتني هو من عندك. في الاخر هم اكتشفوا ان انا والاب، المسيح له المجد، والاب واحد، وان كل شيء من عند الاب. برضو دي رسالة مهمة، كل خادم، كل اب، كل ام لازم يوصلها للاولاد او للمسؤولين عنه اللي هو مسؤول عنهم. علموا ان كل ما اعطيتني هو من عندك. المعنى ده على بساطته بيغيب عننا كتير قوي. كلنا عارفين ان كل حاجه من ايد ربنا، لكن للاسف كلنا بننسى الموضوع ده، والواحد يبقى متشبث يقول دول ولادي، دي حاجتي، ده مش عارف ايه. هي في الاول وفي الاخر حاجه ربنا. كل ما اعطيتني هو من عندك، كل اللي في ايديا ده من عندك. اليوم اللي هتيجي تاخده مني هتاخده، دي حاجتك. انا ما كانش في حاجة انا اللي ابتديتها، ما كانش في حاجة انا اللي عملتها، هو كله من الاول للاخر من عندك. لان الكلام الذي اعطيتني قد اعطيتهم، برضو دي مسؤولية كل راعي ايا كان مستواه، ان الكلام اللي ربنا يدهوله يسلمه بامانة للناس ولاد ربنا. وهم قبلوا وعلموا يقينا اني خرجت من عندك وامنوا انك انت ارسلتني. هو بيكلم الاب يقول له التلاميذ دول استووا خلاص، هم صدقوا تمام وعرفوا صحيح انا خرجت من عندك وامنوا انك ارسلتني. اللي حاضر معانا انجيل يوحنا من زمان عارف انه حتى المسيح له المجد ممكن يتقال عليه رسول بهذا المعنى، كمرسل من الاب الينا، لكن لا تعني ابدا انه انسان عادي، حاشا، ولكن هو مرسل من الاب. ايوه طبعا، ليه لا؟ ما هو جاي لنا على الارض من السماء. لكن الوحيد اللي يقول خرجت من عند الاب دي خاصه به هو بس كاله. ليه؟ اله حق من اله حق، مولود من الاب قبل كل الظهور، لكن هو مرسل الينا على الارض. ايوه مرسل الينا على الارض، ايه المشكله فيها دي؟ لكنه ليس انسان عادي زي اي نبي قبل منه، ابراهيم ولا موسى ولا، ده المسيح مختلف. من اجلهم انا اسال، من اجلهم انا اسال، هو بيخاطب الاب والتلاميذ حواليه، فبيقول للاب انا بصلي لهم، هم انا بفكرك بيهم، بشفع فيهم. لست اسال من اجل العالم بل من اجل الذين اعطيتني لانهم لك. دي اتلخبط، يعني ايه يا رب مش بتصلي عشان العالم؟ امال مين اللي هيصلي عشان العالم؟ يعني ايه لست اسال من اجل العالم بل من اجل الذين اعطيتني؟ المسيح له المجد بيحب العالم كله طبعا، هكذا احب الله العالم حتى بذل ابن الوحيد يشرق شمسه على الابرار وعلى الاشرار. لكن حين يشفع فينا المسيح له المجد، هو عاوز خلاص الكل، لكن اللي ليه ناسه اللي متعلقين باسمه لهم مكانة أعظم جدا وأهم جدا في شفاعة المسيح. أديكم مثل، ليلة صليبه لما كان بيتكلم عن ألامه والتلاميذ عملوا فيها كل واحد كده يعني بطل، وبطرس قال له لا أنا مش هسيبك، لو هم أنكروك أنا مش هنكرك.
قال له سمعان سمعان، هو ده الشيطان قد طلب ان يغربلكم كالحنطة، ولكني طلبت من اجلك لكي لا يفنى ايمانك. سمعان انت بتقول ايه؟ انت مش عارف ان بعد كم ساعة الشيطان هيلعب بيك لعب وهيخليك تقع في اوحش حاجة، انك تقول ان انا معرفكش وتقعد تشتم وتحلف وتنكرني قدام الناس. لكن انا عارف كده وبصلي لك، طلبت من اجلك لكي لا يفنى ايمانك. انا مش عايزك تضيع يا سمعان. ليه؟ لانك انت بتاعي، بيني وبينك عشرة، بيني وبينك علاقة قديمة، بينا وبين بعض ايام حلوة، انت مش هقدر بس ما صليش عشانك. عشان كده المسيح لو المجد الصلاة دي بيسموها الصلاة الشفاعية، يعني هنا بيقوم بدور الشفيع الاعظم لدى الاب عن اولاده. اولاده مين؟ ما كل البشر ولاده، لا بس في درجات. احنا مميزين بحكم ان احنا خاصته، بحكم ان احنا نعرفه. اعطيتهم اسمك، اعطيتهم كلامك، فاحنا في درجة من التمييز. التمييز ده لان احنا ولاد ربنا بالروح القدس، بقينا عارفين ربنا، بقينا قريبين منه، فلنا دال عنده فيشفع فينا لاننا له. نقولها تاني الآية دي: لست اسأل من اجل العالم بل من اجل الذين اعطيتني لانهم لك. هديكم مثل برضو عن فكرة ان ربنا له ناس، اقول ايه يعني، اتجسر واقول اهم من غيرهم. مش لان ربنا بيميز بين واحد والتاني، ربنا محب البشر الصالح، كل البني ادم ربنا بيحب. لكن ايه رأيكم لما ابراهيم وقف قدام ربنا يساومه وقت سدوم وعمورة، لما ربنا من التضاع قال انا هخبي عن ابراهيم اللي انا هعمله؟ يا رب ما تخبي، يعني هو ابراهيم ده يطلع ايه؟ ما انسان. لا معلش، ربنا من محبته قال مش هخبي عن ابراهيم اللي انا هعمله. فقال لابونا ابراهيم انا ناوي اخلص على سدوم وعمورة، شرهم صعدة امامي. قالوا لا ازاي؟ وابتدى ابونا ابراهيم يراجع ربنا في قراره، شوفوا الدالة. قال له ما يمكن يكون وسطيهم 50 بار، يمكن هم ألفات مؤلفة. قال له شوف، لو وسطيهم 50 بار أنا هسامحهم كلهم. إيه رأيكم بقى؟ شوفوا ال50 بار يفرقوا مع ربنا إزاي؟ 50 واحد بس يكونوا بيحبوا ربنا، ربنا ممكن يرفع غضبه عن المنطقة أو يسامح المنطقة كلها. أما أبونا إبراهيم لقى ربنا طيب ومتفاهم، فقال له طب إيه رأيك لو 40؟ طب خليهم 30؟ طب معلش ننزل ل20؟ وبعدين قال له هقول مرة واحدة وخلاص 10. قال له حتى لو 10، لو 10 أبرار هصبح عن المدينة كلها. يبقى واضح الفرق بين مكانة البار في عيني الله ومكانة الشخص العادي. طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. احنا بقى مدعوين لهذا البر لاننا تلاميذ المسيح، لاننا اولاد الله. فمن هنا بيشفع فينا المسيح له المجد ويقول لست اسأل من اجل العالم بل من اجل الذي اعطيتني لانهم لك. كل ما هو لي فهو لك. هو بيقول كل اللي عندي من عندك وكل اللي عندي بتاعك. دي طبعا تؤكد المساواة بين الاب والابن في الجوهر. في الجوهر يعني ايه؟ يعني الطبع واحد، الامكانيات واحد، الصفات اللاهوتية واحد. تقدر تقول المسيح خالق والاب مش خالق؟ لا، خالق، الاثنين خالق. تقول قدوس وده مش قدوس؟ الاثنين قدوس. تقول ده ابدي وده مش ابدي؟ الاثنين ابدي. تقول ده ليه بداية وده ملوش بداية؟ الاثنين ملهمش بداية. اله حق من اله حق. فكل طبع اللاهوت وكل صفات اللاهوت الالوهيه يعني واحده في الاثنين. كل مالي فهو لك، وما هو لك فهو لي. كل اللي ليا ليك وكل اللي ليك ليا واحد في الجوهر. وانا ممدد فيهم، يعني هم لما يكونوا امنا معاك ويحفظوا كلامك يبان مجدي فيهم. ده كلام المسيح عننا قصاد الاب. خلي بالكم المعنى ده جميل. يعني المسيح بيبص علينا كمسيحيين شايلين اسمه، يقول له دول بتوعك ايها الاب وانا ممجد فيهم. يعني الناس تبص عليهم تقول يا سلام المسيحيين دول حلوين قوي،
يبقى المجد رايح لمين؟ للمسيح. المسيحيين دول أمنا قوي، يبقى المجد رايح للمسيح. المسيحيين دول كلهم محبة حلوة قوي، يبقى المجد رايح للمسيح. فالمسيح لو المجد بيقول أنا ممجد فيهم، يعني المجد أصبح مرتبط بيهم لأن هم شايلين اسمي، لأن هم بقوا بتوعي، بقوا تبعي، فأنا ممجد فيهم. ولست أنا بعد في العالم، وأما هؤلاء في العالم وأنا آتي إليك. الآية دي مهمة. المسيح واضح إنه ماشي على الصليب بعدها بساعات، وبعد كده القيامة والصعود، فهو ماشي. لكن ده هو قال قبل ما يمشي ها أنا معكم كل الأيام. قال لا، أنت بتقول لست أنا بعد في العالم، يعني إزاي تكون مش في العالم وبتقول أنا معاكم إلى آخر الدهور؟ هنا يقصد أنا مش معاكم من هنا ورايح بالجسد، يعني التلاميذ شافوه كإنسان وسطيهم وعاش معاهم، وبعدين كمل المأمورية وصعد للسماء. المسيح الإله يظل معنا إلى الأبد، ولكن ما عدناش شايفينه بالجسد زي ما كانوا التلاميذ شايفينه بالجسد. طيب ايه اللي هيعوض عن غيابك يا رب يسوع المسيح بالجسد؟ الناس اللي محتاجة تشوفك دي هنقول لها ايه دلوقتي؟ هنقول لهم صعدوا خلاص من 2000 سنة، طب ذنبهم ايه الاجيال دي كلها؟ يقول لا، لست انا بعد في العالم اما هؤلاء فهم في العالم. يعني تقصد ايه يا رب؟ تقصد احنا هنغني عنك، احنا هنعوض عنك قدام الناس؟ هو الحقيقة يقصد كده؟ يقصد انه ان كان هو راجع للاب، لكن احنا لسه لنا مأمورية على الارض، احنا هنشيل المسيح ونقدمه للعالم. هيبقى كل واحد فينا صورة من المسيح، فلما الناس تسأل هو المسيح راح فين؟ يقول لهم راح السماء. طب احنا كنا عاوزين نشوفه، طب تعالوا شوفوه، تعالوا نشوفه فين؟ شوف فلان وفلان وفلان وفلان، ما هم دول المسيح. عشان كده يقول لست انا بعد في العالم اما هؤلاء فهم في العالم. هم هيفضلوا في الدنيا عشان اللي عاوز يشوف المسيح يشوفني فيهم، زي ما كان اللي عاوز يشوف الاب يشوفه فين؟ في المسيح، لما قال من رآني قد رأى الاب. النهاردة اللي عاوز يشوف المسيح يشوفه فين؟ فيكم. فبيقول لست انا بعد في العالم اما هؤلاء في العالم وانا اتي اليك، انا راجع لك. ايها الاب القدوس احفظهم في اسمك. طلبة جميلة قوي. المسيح له المجد يصلي للاب ويقول له حبايبي دول اللي شايلين اسمي دلوقتي، التلاميذ اللي باعوا كل شيء عشان يمشوا ورايا، اللي انا حفظتهم كلامك، اللي انا عرفتهم اسمك، دول عاوزك تحافظ عليهم في اسمك، ما يروحوش يمين ولا يروحوا شمال. احفظهم في اسمك يعني ايه؟ يعني اولا خليهم دايما شايلين اسمك، خليهم دايما بتوعك. الزمان والايام والشيطان والتجارب والشهوات ما تسحبهمش منك. كنيسة قلبها بيوجعها جدا على كل شخص يقع من الآية دي. احفظهم في اسمك. ليه؟ في ناس راحت، في ناس كانت شايلة اسم المسيح وتركت هذا الحفظ بإرادته، لكن المسيح له المجد. دي طلبته قبل صليبه، أيها الآب القدوس احفظهم في اسمك. ودي طلبة كل أب وكل مسؤول عن كل أحباء، وأهم حاجة يطلبها احفظهم في اسمك. خليهم دايما شايلين اسمك لآخر نفس، خليهم دايما بتوعك للآخر، خليهم ملكك، خلي اسمك عليهم لغاية ما يوصلوا السماء. الذين أعطيتني حفظتهم. شوفوا مرة يقول احفظهم يبقى الحفظ من الأب، ومرة يقول مين اللي حفظ؟ الابن. احنا قلنا كل اللي للأب للابن، فهنا مين اللي بيحافظ علينا؟ الأب. ومين اللي بيحافظ علينا؟ الابن. ايوه تنفع، المسيح بيحافظ علينا والأب بيحافظ علينا، وكل ما للأب فهو للابن. الذين أعطيتني حفظتهم ولم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك ليتم الكتاب. طب يا رب يعني ابن الهلاك ده ما كانش ممكن طيب يحفظ هو كمان؟ ابن الهلاك اختار الهلاك، والمسيح له المجد
كذا مرة يحاول معاه. وجود واحد على 12 هلك، يعني تلميذ من ال 12 الأوائل أقرب الناس للمسيح، يخوف. تفضل حقيقة دايما تخلينا قلقانين على نفسنا ومش قادرين نثق في نفسنا. نثق في ربنا لكن مش قادرين نثق في نفسنا كفاية. ليه؟ يهوذا ده شاف كم معجزة. يهوذا ده كم وعظة سمعها من ربنا يسوع المسيح. يهوذا ده خد قد ايه حب من ربنا يسوع المسيح. يهوذا ده تمتع بعشرة المسيح قد ايه، 3 سنين ونص اكلين شاربين نايمين بيتحركوا مع بعض. في كان حد اكثر وداعة وحب من المسيح عليه، وبعد كده عشان شوية فلوس باع المسيح وباع المعجزات وباع التعليم وباع العزد اللي كان فيه ده كله، والفلوس جابت له ضيعته خالص وراح شنق نفسه. فالمسيح له المجد كان يعلم نهاية هذا الشخص. واحد يقول طب بدل كان عارف نهايته طب ليه سمح بيها؟ في فرق ربنا يريد وبين ربنا يسمح. الله يريد ايه؟ الجميع يخلصون. لو سألت ربنا انت عاوز يهوذا فين؟ يقول كان نفسي ما يروحش جهنم، كان نفسي ما يهلكش، حاولت معاه كتير، افتقدته كتير، حيلته كتير، لاخر لحظة بعاتبه بقول له أبي قبلة تسلم ابن الإنسان يا يهوذا؟ جاي كده تبوسة تضحك علي عشان تسلمني ليهم؟ عاوز بس يقول له أخطأت يا رب سامحني، أنا غلطت، أنا غرقت نفسي. كان هيقول له ما يهمكش ما يهمكش، أنا شيل أنا الصليب ما يهمكش، بس كنا نصلح الموقف. لكن حتى هذا العتاب لم يقبله يهوذا لآخر لحظة. لآخر لحظة المسيح بيحاول معاه. فالمسيح له المجد. وإن كان يعلم من سيهلك ومن سيخلص، ولكنه لا يريد إلا أن يخلص الكل. دي غير دي. ربنا بسابق علمه سبق الأيام وشاف النتيجة. لكن لو سألت عاوز النتيجة إيه؟ يقول نفسي كلهم ينجحوا. طب والنتيجة إيه يا رب شكلها؟ يقول للأسف في ناس هتسقط. طب ليه بدل عاوزهم كلهم ينجحوا؟ أصله هم مش عاوزين ينجحوا. فاهمين الفرق؟ لأن الحتة دي بتتعب ناس كتير. ليه ربنا إذا كان محب البشر يسمح بهلاك البعض؟ هو يسمح بهلاك البعض، القضية واحدة بس، إن هم عاوزين كده. والمسيح له المجد لا يلغي إرادة الإنسان طول ما هو عايش على الأرض. طول ما الواحد فيه نفس هو حر في اللي بيعمله. حتى أن يتحدى الله. حتى أن يرفض الله. ربنا ما بيقولش لا في الحاجات. عشان كده هو بيصلي للآب يقول له أنا حافظت عليهم كلهم إلا واحد. حاولت حافظ عليه ما ادانيش فرصة. فاهمينها؟ حاولت بكل الطرق. أجيله يمين أجيله شمال كان بيزوغ مني. الذين أعطيتني حفظتهم ولم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك ليتم المكتوب. لأنه كان فيه آيات زي مزمور 109 تدل على أنه بسابق علم الله كان فيه واحد هيخون المسيح ويعمل كده. أما الآن فإني آتي إليك وأتكلم بهذا في العالم. شوفوا كل شوية يقول أنا جاي لك. دي مفرحة ربنا يسوع المسيح. هو بعد ساعات دخل على عذاب شديد جدا، صليب وبهدلة، لكن كل اللي مفرح المسيح إيه؟ أنا جاي، أنا راجع لك أيها الآب، أنا آتي إليك، أنا خلاص خلصت مأموريتي. عشان كده آخر كلمة قالها على الصليب قال قد أكمل، يعني أنا كملت اللي ورايا عشان أرجع بقى. زي واحد يكون وراه مأمورية كبيرة قوي عاوز يرجع بلده، فيجي على الآخر يبقى فرحان. ليه؟ عاوز يرجع بقى. أما الآن فإني آتي إليك وأتكلم بهذا في العالم ليكون لهم فرحي كاملا فيهم. برضو دي آية مهمة. لئلا يظن البعض، التلاميذ اللي هم واقفين حوالين يسوع وهو بيصلي، ان المسيح له المجد خايف من الالام او منزعج او حزين جدا لانه هيتبهدل ويشيل عار ويشيل ذل. بيقول له انا بقول كده قدامهم عشان فرحي الكامل اللي جوايا دلوقتي يدخل جواهم. اتكلم بهذا في العالم
ليكون لهم فرحي كاملا فيهم. يعني ايه؟ يعني انت لما تلاقي واحد كده مسافر تخاف، لو لقيته حزين هتحزن، لكن لو لقيته فرحان هتفرح. فالمسيح له المجد، هو راجع السماء كان فرحان، وهو بيكمل الفداء كان فرحان فرح كامل. المسيح له المجد كان فرحان انه بيخلصنا، كان فرحان انه بيفدينا، كان فرحان انه هيرفع حكم الاعدام من علينا، كان فرحان بالرغم انه هيكلفه كتير قوي. فبيقول اتكلم بهذا في العالم ليكون لهم فرحي كاملا فيهم، عشان اعديهم بالفرحة دي، عشان يفرحوا فرحتي بالخلاص اللي هيتم، عشان فرحهم يبقى فرح كامل. وعلى الارض الانسان عادة ما يعرفش ابدا يقول الكلمة دي، فرح كامل دي، مفيش فرح من الارض فرح كامل ابدا، فرح دايما الارض فرح ناقص. يعني لو في فرح، لو لقينا فرح يطلع ناقص، لكن الفرح الكامل هو ده، فرح المسيح، فرح السماء، فرح الأبدية، فرح الخلاص. الأفراح دي أفراح كاملة. عشان كده في أول الإصحاح اللي فات يقول لا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكم. يعني لو قربنا قوي من المسيح وتعلقنا بيه وحبنا قوي، الفرح اللي فيه يبقى جوانا، لما الدنيا كلها تضرب تقلب الفرح ده ما يروحش وما يتهزش. لكن طول ما هو بيتهز وبيروح يبقى لسه الفرح مش كامل، يبقى فرح المسيح ما خدناهوش، مع ان هو بيقول يلا خدوه ليكون فرحي كاملا فيهم. يعني اللي عاوز ياخد ياخد. المسيح له المجد ترك لنا فرحه، زي ما ترك لنا سلامه. وقبلها باصحاح كان بيقول ايه؟ ليلة صليبه برضه، سلامي اترك لكم، هسيبه لكم، سلامي اعطيكم. هنا كمان بيجدينا ايه؟ فرحي كاملا فيكم. يعني احنا المسيح مسافر وسايبنا، سايب لنا ايه؟ سايب لنا سلام، سايب لنا فرح، سايب لنا روحه، سايب لنا جسده ودمه، لكن لا سايب لنا مراكز، ولا سايب لنا فلوس، ولا سايب لنا جيوش، ولا سايب لنا عمارات بتقع، ولا سايب لنا حاجة من الحاجات دي كلها، ملاش لازم. كل ده حجر على حجر الا وينقض، لكن سايب لنا حاجات عليها القيمة. اتكلم بهذا في العالم ليكون لهم فرحي كاملا فيهم. انا قد اعطيتهم كلامك والعالم ابغضهم، لانهم ليسوا من العالم كما اني انا لست من العالم. لست اسأل ان تأخذهم من العالم بل ان تحفظهم من الشرير. ليسوا من العالم كما اني انا لست من العالم. تاني، تاخدوا بالكم، كررها تاني ورا بعض، فاصل آية واحدة بس هقراها عشان تاخدوا بالكم. أنا قد أعطيتهم كلامك، هو عمال يكرر الحتة دي، أنا اديتهم كلامك، ودي كأنها المهمة الأساسية لربنا يسوع المسيح، إنه وصل كلمة الله لينا، ودي مهمة في كل واحد فينا الشاطر وهو ماشي من الدنيا يقول أنا أعطيتهم كلامك. ما سبتلهمش فلوس يا رب، سبتلهم كلمتك، سبتلهم وصيتك، سبتلهم كل اللي أنت عاوزه منهم، سبتلهم التركة السمينة اللي دخلهم السماء. أنا أعطيتهم كلامك والعالم أبغضهم لأنهم ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم. الجزء اللي جاي ده هتلاحظوا أنه المسيح بيتكلم عن علاقتنا بالعالم، علاقتنا كمسيحيين، فهيتكرر فيها كلمة العالم حوالي 6-7 مرات. أول علاقة المسيح بيشاور عليها يقول إيه؟ العالم أبغضهم. إحنا بنتضايق أوي لما نحس في الدنيا إن إحنا كمسيحيين حقيقيين عاوزين نمسك في ربنا، العالم مش بيرحب بكده، ومش بيشجعنا على كده، ومش بيسقف لنا على كده. بالعكس، المسيح اللي ماسك في ربنا بأمانة بيلاقي الدنيا بتكرهه، بيلاقي الدنيا بتقاومه، بتلاقي العالم بيبغضه. طب ليه يا رب؟ مش انت اللي في ايدك كل حاجة؟ ليه تسيب العالم يبغضنا واحنا بتوعك؟ فيقول العالم ابغضهم لانهم ليسوا من العالم كما اني انا لست من العالم. يبقى العلاقة الاولى بالعالم هي علاقة ليسوا من العالم. المسيحي في نظر المسيح مش من الدنيا دي،
احنا لسنا من هذا العالم. ليه؟ لان المسيح بتاعنا ليس من هذا العالم. المسيح بتاعنا تقدر تقول من الدنيا دي؟ لا، هو جه الدنيا دي وعاش في الدنيا دي، بس هو عمره ما كان من الدنيا دي، هو كان من السماء. احنا كمان لما تعمدنا اتولدنا من السماء، اتولدنا من فوق، فبقينا تبعه. فيقول علينا ليس من العالم كما اني انا لست من العالم. لهذا يبغضهم العالم. عشان كده تلاحظوا ان العالم يكره المسيح الحقيقي حتى في بلاد المسيحيين، يعني حتى في البلاد الغربية اللي يعني المسيحية هي الديانة الاولى. المسيح المتدين هناك الناس مش بترحب بيه، بالعكس ممكن يفاجأ ان الناس بتعامله باحتقار او بسوء نية. ليه؟ لانه مش راضي يشاركهم في الغلط، لانه بيشهد بحياته على سلوكهم الرديء. زي ايه؟ زي ما يكون واحد امين في مصلحه كل اللي فيها كذابين وغشاشين، هيحبوه ازاي ده؟ هو صحيح امين بس كلهم حراميه، وجوده وسطهم متعب، وجوده وسطهم بيشاور على غلطهم، مع ان الراجل ساكت ما بيقولش حاجه، لكن طول ما هو امين وهم غشاشين مش ممكن يحبوه. لما تقعد مع ناس كلهم كذابين وتبقى انت صادق تبقى مشكلة، لازم تلاقيهم يكرهوك. لما تقعد مع ناس تلاقيهم كلهم بيفكروا في العالم وفي الشهوات وانت بتفكر في السماء وفي الابدية، مش هيقبلوك. العالم ابغضهم، دي حقيقة. ان المسيح الحقيقي مش هيلاقي العالم بيحبه، لان العالم ده وضع في الشرير، عالم يحكمه المادة، تحكمه الإباحية، تحكمه الشهوات، تحكمه المراكز، عالم كده كده تراب. العالم أبغضهم لأنهم ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم. أول علاقة تربطنا بالعالم أن احنا لازم نبقى مختلفين، متميزين، ودي مشكلتنا كمسيحيين. ليسوا من العالم يعني لازم تحافظ على القاعدة دي، انك تبقى دايما مختلف عن الناس. لانك لو بقيت زي الناس، طب ما زي الناس كلهم هيموتوا ويروحوا في التراب ومش هيروحوا السماء. لكن انت مش مدعو لكده، انت مدعو للابدية. انت اتولدت من فوق والمسيح اشتراك عشان يديك نصيب معاه. ليس من العالم تخلي الواحد يراجع نفسه كل يوم، انا رب مختلف عن الناس ولا مش مختلف؟ انا شبهك اكتر ولا شبه الدنيا اكتر؟ انا شبه الناس العادية ولا شبه المسيح المثالي؟ كلهم بيكذبوا، انا بكذب ولا بتحاشى الكذب؟ كلهم بيكرهوا، انا بكره ولا بحب؟ كلهم بياخدوا، انا باخد ولا بدي؟ ليسوا من العالم كما اني انا لست من العالم. المسيح كان في نظر الناس انسان عادي ولابس زيهم وبيتكلم اللغة بتاعتهم، لكن كان دايما مختلف في نظره، كان دايما مبادئه سلوكياته مختلف. هو ده المطلوب من ولاد ربنا، انه يبقى في الدنيا لكن يتقال عليه دايما ده مش من هنا، ده مش من الدنيا دي، ده شخص بيفكر غير الناس، ده شخص بيتحرك غير بقية العالم. ليس من العالم كما اني انا لست من العالم، ويكررها مرتين يلح عليها المسيح له المجد. القاعدة دي لازم نحفظها، القاعدة دي. ليس من هذا العالم كما اني انا لست من هذا العالم. المشكلة ان احنا بنقلد العالم فبنبقى تبعه، زي ما الناس تقول، زي ما الناس تلبس، زي ما الناس تعمل، بنعمل. لكن المرجع بتاعنا مش العالم، المرجع بتاعنا كما انا المسيح له المجد. نتيجة الاختلاف هيبقى فيه رفض. العالم أبغضهم لأنهم ليسوا من هذا العالم. طب إذا كنا مختلفين والعالم مش قابلنا كناس بتوع ربنا، طب ما نطلع من الدنيا وخلاص، ما ناخد جنبه وخلاص، ما تخلينا احنا في عالمنا وهم في عالمهم. يقول بقى المسيح: لست أسأل أن تأخذهم من العالم، لا، ما تطلعهمش من الدنيا. المسيح بيقول للأفكت، بيقول له صحيح هم مختلفين والعالم مش بيحبهم لأنهم مختلفين شبهي، شبه المسيح له المجد، لكن أنا مش عاوزك تطلعهم من العالم. لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. حوطهم
احرسهم احفظهم من الشرير وخليهم في العالم برد. طب ليه؟ ليه الغلب ده يا رب؟ نبقى مختلسين ومرفوضين لكن لازم نفضل موجودين عشان ايه؟ ليس من العالم كما اني انا لست من العالم. قدسهم في حقك، كلامك هو حق، كما ارسلتني الى العالم ارسلتهم انا الى العالم. اولا مختلفين، ثانيا مرفوضين، ثالثا موجودين، لاننا رابعا اصحاب رسالة. الحتة دي انا بحسها مهمة جدا لانها معادلة تعامل المسيحي مع العالم. كل سؤال يجي في دماغك اعمل ايه في الموقف ده، راجع الاربعة دول. خليك مختلف ما تقلتش، قلب المسيح بس. هيتضايقوا منك ما يهمكش، ده طبيعي لو انت ماشي صح. طب تسيب مكانك ولا ما تسيبش؟ لا ما تسيبش. ليه؟ لان ليك رسالة. كما ارسلتني الى العالم ارسلتهم انا الى العالم. كل مسيحي في كل مرحلة لازم يلتزم بالاربعة دول. طالب دخل كلية او مدرسة كل اللي حواليه ماشيين غلط، يفضل ماشي صح. هيتضايقوا منه ما يهموش، ما يبعدش عنهم، لازم يفضل موجود وسطيهم. ليه؟ لانه صاحب رسالة، لان هيبص عليه والاختلاف ده هيوصل لهم رسالة. الشخص في شغله الدنيا كلها ماشية غلط وهو ماشي صح، هيكرهوه، يفضل ماشي صح، يقولوا له يحاولوا يبعدوه، ما يبعدش، يفضل موجود لانه صاحب رسالة. المسيح وهو بيودعنا بيقول لنا كده، بيقول لنا انا رايح للاب لكن انتوا قاعدين في العالم، خلي بالكم، خليكم شبهي، العالم مش هيقبلكم، انا هحافظ عليكم لكن تفضلوا في مكانكم عشان وراكم رسالة. الفكرة دي مهمة قوي ان احنا نحفظها ونرجعها، وكل موقف نحلل الموقف على اساسه، لانه الكتاب يقول اولاد الله ظاهرون واولاد ابليس ظاهرون. عشان كده يقول انتم ملح الارض، اذا فسد الملح بماذا يملح؟ يعني انتم ملح الارض، الملح دايما مختلف عن بقية الاكل، وهو اللي بيدي طعم للاكل. لو الملح باظ خلاص ملوش لازمة. لو انت فقدت تميزك كمسيحي خلاص ملكش لازمة، ملكش رسالة. فين رسالتك كمسيحي اذا ما كانش في فرق بينك وبين غير المسيح؟ فين رسالتك كشخص شايل المسيح اذا كان كل اللي بيعملوه انت بتعمله؟ خلاص ما فيش رسالة. ولو ما كانش ليك رسالة تبقى اساسا ما عدتش مسيحي. كما ارسلتني الى العالم ارسلتهم انا الى العالم. نكتفي، لا قدامنا كم دقيقة تاني، معلش. لكن ان كانت دي علاقتنا بالعالم، هو دوره ايه في الموضوع؟ قدسهم في حق، كلامك هو حق. يعني المسيح له المجد، هو اللي هيديك القداسة، هو اللي هيديك الحفظ، هو اللي هيحفظك ويستر عليك في الايام اللي هتقعدها على الارض. لو انت عاوز تفضل مسيحي مختلف هيساعدك، لو انت عاوز تبقى قديس هيخليك قديس، لو انت عاوز تمسك فيه عشان الناس تبص عليك وتمجده هتمسك فيه وهيمجدوه، لان هو مسؤول عن الموضوع ده. قدسهم في حقه. المسيح له المجد بيقدسنا بشفاعته، واطلب من الاب القداسه لنا. وكلامك هو حق، يعني قدسهم في كلامك، يعني كلمه ربنا هي اللي بتقدسنا. يعني انت لما تقعد مع الانجيل وتتلمس وتمشي على كلام الكتاب، كلام المسيح، تبقى قديس، وساعتها تبقى مختلف مرفوض موجود وصاحب رسالة. المسيحيين قديسين، اقول ايه؟ ولا يصلح الا ان يكونوا قديسين. يعني يا قديسين يا ما ينفعوش في نظر المسيح كده. المسيحي مطالب ان يكون قديس، قول أورنان، يعني يبقى قديس ما ينفعش. ليه؟ لانه لازم يبقى شبه المسيح، ولما يكون شبه المسيح يبقى له رسالة.
والناس هتتضايق منه بس يفضل موجود لان ليه رسالة، وهو موجود والناس بتتضايق منه، المسيح بيحافظ عليه وبيحرسه وبيقدسه. قدسهم في حقك، كلامك هو حق. عارفين ليه المسيحية النهاردة مش بتنتشر بسرعة؟ لان المسيحيين مش مسيحيين ببساطة، مثل ان الانجيل اتغير، الانجيل ما اتغيرش وكلمة ربنا قوية جدا، ومثل ان ربنا واخد اجازة مش عاوز يجيب للكنيسة الذين يخلصون. سفر الاعمال يقول كان الرب يضم كل يوم للكنيسة، كل يوم كان في عشرات ومئات والاف بيرجعوا ربنا. طب هو ربنا بطل شغل؟ ما بطلش، والكتاب بطل تأثير؟ ما بطلش. المشكلة بقت فينا ان احنا اللي ما بقيناش مسيحيين. لو احنا مسيحيين حقيقيين مش هنحتاج نتكلم ولا نوعظ ولا نشرح، هتلاقوا الناس جايه لوحدها. ليه؟ لانه في سر في الموضوع، في قوه في الموضوع، في اختلاف واضح. الاختلاف ده هو سر الكرازه، سر التاثير على الناس. ان المسيحي فرحان، المسيحي عنده حب، المسيحي مستغني عن الدنيا، المسيحي نظره على السماء، المسيحي امين جدا، المسيحي شبه المسيح في كل شيء. خلاص، حد نفسه ما يبقاش شبه المسيح. الناس تتشد على طول للمسيح الحقيقي. مشكلتنا اننا فقدنا تميزنا كمسيحيين. الشيطان ضحك علينا وبهر عينينا باشكال الدنيا، فبقينا نقلد الناس ونقلد العالم، وده اللي يشد انتباهنا وده اللي يسوقنا، ولم نعد مسيحيين. عشان كده المسيح، وكان عارف المسيح الكلام ده، قال متى جاء ابن الانسان لعله يجد الايمان على الارض. يعني يوم ما يرجع المسيح هنقول له احنا كل الملايين دول مسيحيين، يقول لا لا مش شايف، اذهبوا عني لا اعرفكم. ليه يا رب كده؟ ما انتوش شبهي. لعله يجد الايمان على الارض. الايمان يعني ايه؟ يعني الكلام ده، يعني كونك تبقى شبه المسيح، انت اللي هتكسب الجولة، وانت اللي هيبقى لك رسالة ويبقى لك تأثير. صحيح هتتعب في الدنيا شوية، لكن ما تخافش، المسيح هو اللي بيحفظك. قدسهم في حقك، كلامك هو حق. كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم. أنا نفسي النهارده مش نحفظ آية، نحفظ الأربعة. معلش طماع مرات. أول واحدة، ليس من هذا العالم كما أني أنا لست من هذا العالم. نقولها مع بعض، ليس من هذا العالم كما أني أنا لست من هذا العالم. كمان مرة، ليس من هذا العالم كما أني أنا لست من هذا العالم. الثانية، والعالم أبغضهم. سهلة دي، والعالم أبغضهم. الثالثة، لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. نقولها مع بعض، لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. كمان مرة، لست أسأل أن تأخذهم من العالم. آخر آية، كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم. مع بعض، كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم. نقولها كمان مرة، كما أرسلتني إلى العالم. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.